ده حرام ده حرام يا وده اللي حلال ده حلال اه ب 100 جنيه ب 100 جنيه حلال عشان عينيك بكره تشتري اول حاجه بتيجي عليها ايه ده يا ابو اسماعيل بيف جيركي هتلاقي دايما العيش والجبنه والالبان المنتجات الاساسيه مش هتلاقيها في اول الهايبر هتلاقيها دايما محطوطه في الاخر ليه تاخد رقم عشان تفضل واقف وطول ما انت واقف تبص بقى عج الله كيس التلج 30 جنيه ده برضه مشغلين مزيكا عشان نثبت لكم انه نفس التصميم طب انت موطي صوتك ليه مش عارف خايف يعني النهارده هنوريكم ازاي صور مقطوعات بتضحك علينا خلينا نشتري حاجات احنا مش محتاجينها كمان من نص ساعه بعت هبهب عشان يجيب عيش وجبنه بس هدول اللانش من الفراخ ولسه ما وصلش لحد دلوقتي ايه اللي وصله لهنا خلينا نشوف الحوار ده مع بعض العيش والجب ما سألتش نفسك ليه لما تدخل السوبر ماركتات الكبيرة على سنك تشتري شوية أكل للبيت بتلاقي نفسك تايه وسط المنتجات الكتير زربيح وبتشتري حاجات غريبة وبعد ما تحاسب وتخرج تكتشف انك ضعت اليوم كله جوه ودفعت مبلغ ابني فتعال اقول لكم الناس دي بتحسبها ازاي ومعايا النهاردة ابو اسماعيل وهنروح اكتر من سوبر ماركت عشان نثبت لكم ان الناس دي بتضحك علينا وان الموضوع مش صدفة فيلا بينا نشوف الحوار ده اول حاجه الكارت شوب دي مصممينها عشان تحس انها صغيره بس هي في الحقيقه كبيره جدا ومهما تحط فيها هتحس انها فاضيه عشان تشتري اكتر احنا دلوقتي في احد الهايبرات العشوائيه هايبر عادي جدا مالوش اسم فيلا بينا نشوف الحوار ده يا اخي يلا بينا يا اخي اول لما تدخل اي هايبر ماركت تلاقي ان هو مقفل من كل ناحيه مفيش ولا شبابيك ولا ساعه عشان ما تحسش بالوقت كمان هتلاقي فيه ريحه حلوه علشان تفتح نفسك وتحس بالامان وانت عمال تشتري قمرات قمرات وهتلاقي المسافات ما بين البلاط صغيره والعربيه مكسحه عشان تمشي على مهلك وتقضي اكبر وقت ممكن في الهايبر ولما تدخل هتلاقي الخضار والفاكهه الملونه في الاول وتحس انك راجل محترم بعد ما اشتريت اكل صحي وده يساعدك انك لما تدخل جوه تشتري المنتجات الغير صحيه برضه هتلاحظوا انهم مشغلين مزيكا هاديه عشان تريلاكس ما اكيد برضه ابو اسماعيل مش هشغل لك مزيكا صاخبه يعني وهتلاقيهم دايما عاملين عروض على حاجات انت مش محتاجها والمشكله ان انت بتشتريها فالحل انك تعمل قائمه بالحاجات اللي انت عايزها بس قبل ما تيجي او تجرب ابلكيشن روبوستو ده عباره عن سوبر ماركت موجود على موبايلك تقدر تطلب من عليه اللي انت محتاجه وبس وهيوصل لك لحد باب البيت والتوصيل ببلاش زيك حبيبي والله عامل ايه حبيبي والله ربنا يخليك ولما تفتح الابلكيشن هتلاقي عليه كل الاقسام والمنتجات اللي انت محتاجها ودايما عاملين عروض هتاخد خصم 50 جنيه لو اشتريت ب 250 جنيه او اكتر واستخدمت كود WEL50 هتلاقي دايما العيش والجبنه والالبان المنتجات الاساسيه مش هتلاقيها في اول الهايبر هتلاقيها دايما محطوطه في الاخر ليه عشان يخلوك تلف اللفه دي كلها وانت ماشي لعل وعسى تقعد تشتري حاجات من هنا لهنا لحد لما تروح للحاجه اللي انت جاي عشان تشتريها اساسا العيش والجب طب انت موطي صوتك ليه مش عارف خايف يعني يا ميمي اخبط دي هوبا كده ده غير مافيا البراندات اصحاب المنتجات الغاليه اللي بيدفعوا للسوبر ماركت عشان يحطوا منتجاتهم على الرفوف اللي في مستوى العين عشان عينيك بكره تشتري اول حاجه بتيجي عليها بينما الحاجات الارخص وبتادي نفس المهمه محدش بيجي جنبها هدول اللانش من الفراخ هم يا جاب عايز تمني بعد اذنك رقم تاخد رقم عشان تفضل واقف وطول ما انت واقف تبص بقى عج الله جعان لو سمحت ما تعملش شوبينج وانت جعان مساء الفل
ايه ده يا ابو اسماعيل؟ بيف جيركي. ايوه ايه ده؟ اللحمه ناشفه جدا كده وحاطين عليها طعم بسطرمه. كام بقى البيف جيركي ده؟ 60 جنيه يا ساتر يا رب. لا يا عم، لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. حلال بالله. فيلاني طعم قريب للسجق البلدي. في برجر شوب والالعاب دي، العاب اللي هي الفيديو جيم، الهامبرجر مش عارف، يبقى في بتاع كده عامل زي البسطرمه وجاي زيجزاج. انا افتكرته هو ده يعني. لا ده بيكن يا عم. ده بيكن عادي. ده بيكن. ما انا معرفش. ده حلال. ده حرام. ده حرام. يا وده اللي حلال؟ ده حلال اهو. ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه حلال. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ حتى وانت خارج تحاسب ومستني دورك في الكاشير مش هيسيبوك كده، هتلاقيهم حاطين جنبك منتجات وغالبا بتكون الاكثر ربحا. واكترها شوكولاتات عشان الاطفال تشبط فيها. اطفال يا اخي. وهتلاحظ ان الرفوف واطيه على الارض كده عشان تكون في مرمى بصرهم. كريم ممكن توريني الفاتوره؟ ميتين واحد واربعين جنيه والله العظيم ما عارف في ايه. جبنة وعيش. وفي النهاية حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نوفر فلوسنا لو ما وقعناش في الفخ واشترينا بس الحاجات اللي احنا عايزينها. فلو عجبك الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 هب. We do it the street way.